السلام عليكم ورحمة الله. هذه سالفة طريفة مرت علي وما حبيت آخرها عنكم. في شوي بن جالسن يتعشى هو عييلة في حوشهم، وفوق راسهم لمبة، ودخل عليهم فجأة في الحوش تيس. تيس عارضيا سن يشوفه إذنها الوحدة طولها يجي ربع متر، شافها الشايب وفز وقال لعياله امسكوه. وعلى طاري أذاني التيوس، التيوس العارضية ترى لا منها شلوطت وزبطت وطبخت صح، ما ظني مثلها شيء. ولا من الواحد أكلها، لها قرمطة، لها صوت، تقولون صوت بسكوت أسكريم وبريال الأولات. نادى الشايب يا معيض، والله هو معيض يفز، هذا معيض من عياله، ويفز ويكسر اللمبة اللي فوق راسه. هو يرتاح هو يطلع العشاء، لا والله إنه حار، وينط من العشاء، لا والله إنه متوطن في بطن أبوه. الشايب أول يصيح ويقول يا معيض اربط التيس، يوم وطف بطنه قام يصيح يقول اربطوا معيض واتركوا التيس. إذا صار عندك مشكلة ولا محتاج لا تستفزع بأي واحد، تصير مثل سالفة أبو معيض، ترى ما كل واحد يستفزع به. السلام عليكم.